بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم جميعا. طبعا الرسالة مثل ما هي ما راح فيها أي تعديل أو إضافة. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم جميعا. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر، واجعلنا من الممهدين لظهوره والمستشهدين تحت لواءه. أبعث لكم كلمات متواضعة رغم كل القيود المؤلمة والأسلاك الشائكة. ليتني بينكم لأصافح هذه القلوب المفعمة بالإيمان والإخلاص والمحبة في الله سبحانه. إنني لخجل منكم كل الخجل، أجهل بأي الكلمات أبدأ الشكر، فكلها لا توفي حقكم. إنكم أيها الأحبة من أولئك المؤمنين الذين لا يكلون ولا يملون من طلب الحق وترسيخه ورفض الباطل واجتثاثه من هذه الأمة المظلومة المضطهدة، وهو التكليف الشرعي الملقى على عاتق المؤمنين والمؤمنات، وعن موضوع علاجي من الأمراض التي سببها التعذيب الوحشي، فإنه لم يستجد أي شيء حتى كتابة هذه الرسالة. نعم، أستطيع أن أجزم بأنني في حالة تحسن ببركة دعواتكم المخلصة التي تلطفتم بها علي. في ختام كلماتي أبعث شوقي وحبي ودعواتي إلى الأب الكبير سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم دام ظله، وإلى صاحب القلب الكبير شيخنا أبو مجتبى، وإلى العلماء الأجلاء ممن رفع يده طالبا من الله سبحانه وتعالى بأن تشملنا رحمته ولطفه، وإلى جميع الأخوة والأخوات، وعلى الخصوص من ساهم في مثل هذه الدعوات الصادقة ورفع الأيدي والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالشفاء لكل مريض وجريح ومظلوم. أسأل الله سبحانه الفرج للجميع بإذن الله، وحتما بأن اللقاء سيكون قريبا جدا إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحمد مهدي سلمان أبو عمار المقابي، وشكرا جزيلا.